وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن مسيرة العودة الكبرى بداية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف هنية في كلمة أمام الآلاف من الفلسطينيين المشاركين في المسيرة أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته، وبخروجه اليوم يأتي ردا على قرار ترامب بشأن القدس، وقال إنه لا بديل عن فلسطين وحق العودة. ورأى هنية أن الشعب الفلسطيني أثبت فشل كل الرهانات على نسيانه لأرضه وحقه فيها.